السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة وصفات الأحلام. حضرت لكم اليوم صابلي مالح بالحبة السوداء أو السانوج وكذلك الجبن، لذيذ سهل ومناسب لأصحاب الحمية ومرضى السكري. تابعوا معي المكونات وطريقة التحضير. سنحتاج على بركة الله 100 ملليلتر من الزيت ما يعادل 2/3 كأس، 4 قطع من الجبن المثلث، سأحتاج إلى 125 غرام من الزبدة، استعملت الزبدة الممتازة، يمكنكم استعمال أي نوع من الزبدة، دقيق حسب الحاجة، بيكنج باودر أو خميرة الحلويات واحدة فقط ما يعادل 8 غرام، فانيليا، ملعقة كبيرة من حبة البركة أو السانوج، بيضة واحدة. بالنسبة للطريقة سأضع الزبدة 125 غرام، قطع الجبن، فانيليا، وحاول أن أمزجها جيدا. الآن سأضيف البيضة و 100 ملليلتر من الزيت، أمزجها بقليل من الدقيق لأني لم أستعمل السكر، بالتالي أمزجها بقليل من الدقيق حتى نحصل على شكل كريمة. بعد ذلك سأضيف الدقيق، دقيق شيئا فشيئا، بيكنج باودر أو خميرة الحلويات، بالإضافة إلى الحبة السوداء. ها هي العجين جاهزة، سأضع جزء من العجين فوق البلاستيك، أضع الدقيق فوق قليل من الدقيق، وسأحتاج إلى طابع دائري، يمكن استعمال أي نوع من الطوابع. أقوم بدلك العجين مثل عجينة صابلي تماما بنفس الطريقة. بعد أن بسطت العجين سأضع قليل من الدقيق فوق العجين بهذا الشكل، ثم أقلبها وأزيل البلاستيك. سأضع الطابع في الدقيق، نوع الطابع اختياري بهذا الشكل، يجب أن يبقى العجين سميك نوعا ما، سميك قليلا، أطبعه هكذا وأستمر حتى أنتهي. أصفف الصابلي في صينية الفرن مدهونة بالزيت، وضعت عليه ورق الزبدة، من الأحسن وضع ورق الزبدة أو ورق سلفوغيزي بهذا الشكل. بعد أن انتهيت من تصفيف الحلوى سأحتاج إلى بيضة كاملة، أضيف عليه قليل فقط من الفانيليا. بالنسبة للفانيليا في فيديو سابق حضرت لكم كيف تحضير كمية كبيرة من الفانيليا. سأقوم بدهن وجه الصابلي بالبيض بهذه الطريقة. بعد ذلك سأضعه في فرن ساخن درجة حرارة متوسطة من الأسفل طبعا، بعد ذلك أوقد النار من الأعلى. وها هو الصابلي بعد أن خرجته من الفرن، يجب أن نتركه يبرد تماما، بعد ذلك نزيله من الصينية ووضعته في صحن تقديم. أتمنى أن يعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بوضع لايك والانضمام إلى صفحتنا في الفيسبوك. إلى اللقاء.